بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله العالمين. ذكر عظيم جدا، ذكر جامع اسلامي والعلماء، كنز السنة النبوية لا يعلمه القسم الأعظم من الناس. لو أنك قلته مرة واحدة لا راجح على ذكرك الله سبحانه وتعالى 24 ساعة متواصلة. لو أنك ذكرت الله سبحانه وتعالى 24 ساعة متواصلة لم تفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى لحظة واحدة، لم تأكل، لم تشرب، لم تنام، وقلت هذا الذكر مرة واحدة لن تبلغ هذا الذكر. يعني بمعنى هذا الذكر يعني يرجح على ذكرك الله 24 ساعة متواصلة بلا مبالغة. تستطيع أن تحصل به مليارات 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 الحسنات، تصل به إلى أعلى درجات الجنة على يسره وسرته. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي أبامة الباهلي رضي الله عنه قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد أذكر الله، فقال لي: ماذا تعمل يا أبا أمامة؟ قلت: يا رسول الله أذكر الله. يعني دخل علي وأنا أحرك شفتيه، فقال لي: ما تعمل يا أمامة؟ قال: قلت: يا رسول الله أذكر الله. قال: أفأعلمك ذكرا أفضل عند الله سبحانه وتعالى من ذكرك الله الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. معنى ايه الكلام ده؟ معناه ان انت لو قعدت تذكر ربنا سبحانه وتعالى ليل مع نهار، نهار مع ليل، يعني 24 ساعه متواصله، لم تبلغ ثواب هذا الذكر مره واحده. قلت: بلى. قال له: ان تقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الارض، سبحان الله ملء ما في السماوات وما في الارض، سبحان الله عدد ما احصى كتابه، سبحان الله ملء ما احصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. ثم تقول: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله ملء ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله عدد ما احصى كتابه، الحمد لله ملء ما احصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. ثم تقول: الله اكبر مثل ذلك، ثم تقول: لا اله الا الله مثل ذلك. هو ذكر سهل جدا. لو انت بس حفظت سبحان الله هتشيل سبحان الله وتحط الحمد لله، بعدين تشيل الحمد لله تحط الله اكبر، بعدين تشيل الله اكبر تحط لا اله الا الله. الاربعه دول هم الباقيات الصالحات. ايه المراقبه العظيمه اللي هتحصلها؟ اولا ستحصل مليارات مليارات الحسنات، لا تستطيع عدادات الدنيا كلها، لا تستطيع عدادات الدنيا كلها ان تحصي عدد او حس عدد حسنات التي تحصلها من هذا الذكر. لو انك قلته مخلصا النيه محتسبا الاجر. هل يستطيع احد ان يحصي عدد خلق الله؟ انت تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الارض، يبقى بتاخد الثواب بعدد ما في السماوات وما في الارض، عدد خلق الله. سبحان الله ملء ما في السماوات وما في الارض، سبحان الله عدد ما احصى كتابه اللي هو ايه؟ اللوح المحفوظ اللي فيه تكتب فيه كل صغيره وكبيره من ساعه قبل خلق السماوات ب 50,000 سنه حتى تقوم الساعه، ما من ورقه شجر تقع الا وتكتب في اللوح المحفوظ في اي مكان وقعت، في اي ساعه وفي اي زمن، عدد ما احصى هذا الكتاب. اذا انت ذكر جامع ليس يعني يعطيك ثوابا لا حد له. فلذلك سماه بعض العلماء كنز السنه النبويه، حق لهم يسموه هذا. فالمنقبه الثانيه ان انت هتخصم منه، هتزرع منه ملايين الشجر في الجنه. الشجره الواحده في الجنه يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يبلغ اخرها فيها من الثمر لو اكل منه اهل المشرق والمغرب لاوسعهم. شجر جذوعها من ذهب، فروعها من الزبرجد والياقوت والمرجان، اوراقها اكبر من اعرض او اكبر من اوراق اذان الفاله. شجره واحده. ما تقول سبحان الله عدد خلق، كم عدد شجر سيغرس لك؟ ملايين. اترك هذا اللي لا تبحث فيه. الحمد لله كل واحده من سبحان الله والحمد لله والله اكبر دول باقيات الصالحات. كل واحده منهم لو سبحان الله بتغرس لك فيها شجره في الجنه. لكن لما تقول بقى سبحان الله عدد من خلق، سبحان الله من خلق، كم شجره تغرس؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال افضل. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما عدى على ستنا ام سلمه وكانت تحصي حصوات، قالت اذكر الله يا رسول الله، قالت تفعلين؟ فتركها وذهب ثم عاد اليها عند شروق الشمس. وده بيقول الصحابه ما كانش حد منهم كان بينام بين الفجر وبين شروق الشمس، لان دي فتره بتقسم فيها الارزاق، كان مكروه فيها النوم. لكن الناس دلوقتي ما بتصليش حتى الفجر في حاضر. لكن السنه ان تصلي الفجر حاضرا وتذكر الله سبحانه وتعالى حتى تشرق الشمس. دي فترة تقسم في الأرزاق. فمر علي: ما زلت على الحال؟ لا تركتك عليها حتى الآن؟ قالت: نعم. قال لها: لقد قلت ذكرا أفضل مما قلتيه أو يرجح مما قلتيه في هذه الساعة كاملة. قال: سبحان الله
وبحمده عدد ما خلق عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اذا كان الذكر البسيط ده افضل من ذكرها ساعه بحالها ويقعد، فما بيكون بقى بالذكر العظيم اللي قلته ده. شوف بقى، لذلك يعني خاب وخسر من يعلم هذا الذكر ولا يحفظه ويتعلمه ويقول. وده فرصة عظيمة للناس اللي هي ما بتذكرش ربنا كتير، يعوض بيه، يعني يعوض بيه. فأنا هكتب لكم تحت الفيديو مسخون شروط. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله ملء ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. وبعدين الحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله. هكتب لكم تحت الفيديو مسخون شروط ونشر هذا العلم في ثواب عظيم، ومن علم علما فإنه له أجر من عمل به إلى يوم القيامة. لا يأخذ ذلك من الجريم شيء. ما تنسوش تفعيل الجرس والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وتساعدوني على نشر السنة النبوية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.